يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي في بيته إذا كان المسجد يبعد عن مسافة كيلو متر واحد؟ إذا كان يسمع الأذان وليس به مانع يمنعه من الحضور وإجابة المؤذن على أسماع الجماعة فإنه يجب عليه ذلك، فإن صلى في بيته فإنه يكون آثماً إثماً عظيماً وتاركاً في واجب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وجاء أن العذر هو الخوف أو المرض. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. جاءه رجل أعمى يستأذنه أن يصلي في بيته من أجل المشقة التي يلقاها في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فليس للمستطيع الذي يسمع النداء ويستطيع الحضور ليس له أن يصلي في بيته ويترك الحضور للمسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.